بسم الله الرحمن الرحيم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. أنا الملازم أول خالد الأمين من مرتبات اللواء التأمين للكترون الثاني. أعلن انشقاقي عن الجيش الأسدي وانضمامي إلى الجيش السوري الحر، وذلك بسبب انحراف الجيش عن مساري من حماية الشعب إلى قتل الشعب، ومن توفير الأمن في البلاد إلى زرع الخوف والرعب في قلوب الشعب. كما نعلن عن تشكيل كتيبة شهداء معرة النعمان والنصر لثورتنا المباركة والخلود لشهدائنا الأبرار، وعاشت سوريا حرة أبية. كما ويعتبر الموقع موقع موثوق لإيصال المساعدات للجيش السوري الحر في منطقة معرة النعمان والمتمثل بهذا المجلس. ونشكر جزيل الشكر جميع المساهمين والداعمين الذين نعاهدهم على إكمال المسيرة بعون الله وعونهم حتى النصر، والله على ما نقول شهيد. إلى القسم. أقسم بالله العظيم. 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 أن نكون الجند الأوفياء. أن نكون الجند الأوفياء. لدماء شهدائنا. لدماء شهدائنا. ومطالب شعبنا. ومطالب شعبنا. في تحقيق الحرية والعدالة. في تحقيق الحرية والعدالة. وإسقاط نظام الأسد الظالم. وإسقاط نظام